بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنحييكم تحية خاصة إن شاء الله، وغادي نقدم لكم واحد ديسير رائع. ديسير بسيط جدا وسهل جدا، يعني في خطوات بسيطة غادي نحصلوا على هذا الديسير إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم، نشوفوا المقادير أولا وقبل كل شيء. مرحبا بكم، الديسير ديالنا بسيط جدا، غادي يكون فاني وغادي يكون لورانج بالبيش إن شاء الله، الليمون بالبيش. غادي ناخذوا المقادير اللي غادي ايتر ديال الحليب. عندنا واحد جوج كيسان ديال الياغورت، الياغورت يكون فاني من الاحسن، وعندنا واحد تقريبا 120 غرام ديال السكر، عندنا 100 غرام ديال مايزينا، وعندنا مع جوج معالق صغار ديال الفاني. هذا هو الديسير الاول، الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه هي عباره عن واحد ايتر ديال العصير ديال الليمون، عندنا واحد 4 د البيشات او 3 د البيشات على حساب الكونسونطراسيون اللي بغيتو في هذا الديسير ديالكم. عندنا 100 غرام ديال المايزينا، وعندنا 120 غرام ديال السكر. هادو هما المقادير ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه غادي نديروها، غادي نطحنوا البيش ديالنا، نطحنوه مع الليمون. هاد الجوج كيتمارياو بعضياتهم هكا، وطحن مزيان. بغينا نطحنوه نردوه ان شاء الله هنا، هنا كنخو العصير ديالنا والبيش. نديرو السكر ونديرو ان شاء الله المايزينا ديالنا، غادي نخلطو الجميع وغادي نديوه فوق النار ونقابلوه ونحركوه من بداية الطياب حتى يتجمع ان شاء الله. ناخدو الحليب ديالنا نخويه في كاسرونة، نخويه السكر، الفاني، النشا ديالنا، ودانون بطبيعة الحال، يعني الياغورت ديالنا ديال الفاني، أي نوع ديال الياغورت. هنا نحركو، هذا هو الديسير ديال الفاني إن شاء الله، والديسير ديال البيش والأورانج هما اللي غنديرو في هاد الديسير. غادي نديرو الديسيرات ديالنا فوق العافية، ومن بداية اللي حطوهم فوق حتى يطيبو إن شاء الله، غادي نبداو نحركو فيهم هكا حتى يتجمع ويجينا ان شاء الله كيما بغيناه باذن الله. كنبقاو نحركو هاد الديسير ديالنا، راه ديسير رائع. دائما كنخلطو يعني الديسير ديالنا هو بدا كيتقال، يعني باش ما قريب يطيب راه كيتقال، كنحسو به كيتقال. هاهو هاهو بدا يتقال، شتو تقال شوية، قال شتو هكا بغيناه ان شاء الله.
نطفيو عليه نديرو ديال الفاني هانتوما كتشوفوا نخليوه ونبدا نحركوه مره مره مزيان باش يتجمع لينا هذا الخليط ديالنا. خصو يجي تقيل ها هو كيتجمع عندنا هنا الديسير ديالنا ديال الفاني ها هو تقال هنا كنحركو الديسير ديالنا باش يبردو شويه ما نديروهمش في الكيسان سخان نخليهم شويه يبردو ها نتوما شفتوهم شفتو لا تيكستور ديالهم هذا ثقيل وهذا خفيف عليه هذا خفيف عليه اذا اشنا هو الحل شكون اللي غنديرو لتحت شكون اللي غنديرو الفوق المصور شكون اللي غنديرو لتحت شكون اللي غنديرو الفوق غنديرو الثقيل هكاك مزيان لاباس يعني عندك الدماغ ديالك شاد دائما الاثقل كيكون لتحت الاخف كيكون الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا غادي نروح لتحت هذا غادي نروح لتما هذا اخف ولا التكستور ديالو رطبه بزاف هذا ثقيل لا التكستور ديالو حرشه شويه لان فيه الخوخ المطحون وكون درناه بلورونج بوحدو بدون بيش غادي يكون بحال هذا في لا تيكستور بحال هكا في لا تيكستور ضروري نبردوه شويه هنا نتوما كتشوفوا كنديروا الديسير ديالنا ديال لورونج لتحت غادي نديروا هذاك ديال ان شاء الله الفاني الفوق هنا كنديروا الفاني ها هو من الفوق شفتوا داكشي اللي قلت لكم دائما الاخف غادي يجي الفوق اللي هو خفيف نديروه الفوق باذن الله باش يجينا داكشي زوين ومكاد نديرو من الجناب بحال هكا باش ما يطلعش لكم شي شرطه ديال الفوق ديرو هكا هانتو دورو ورا ديالكم بحال هكا مرحبا بكم اخواني اخواتي كنحييكم تحيه خاصه وكنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا شفتوا هذا الديسير وتعرفتوا عليه تعرفتوا على الطريقه باش غادي نصوبوه ان شاء الله وان شاء الله غادي يعجبكم بزاف 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 في خطوات بسيطه غادي تحصلوا على هذا الديسير ان شاء الله هكا دائما هذه نصيحه ماشي غير في هذا الديسير الديسيرات كاملين باش نفرقوا ما بين جوج المواد المادة الثقيلة خصها تكون لتحت المادة الخفيفة خصها تكون الفوق وكنحصلوا على طبقين على طبقتين وهكذا 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 إن شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو تشجيع ديالكم من فضلكم إن شاء الله الرحمن الرحيم قناة ديالكم راه كتقدم لكم أشياء رائعة كنحاولوا نعطيكم كل ما هو جيد ومزيان إن شاء الله في المذاق في الديكور أشياء جميلة جدا إن شاء الله وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله.